برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ في أخبارنا وأقول لحضراتكم أن مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن خلاص قائمة الفريق لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. القائمة ضمت محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مروان محسن، محمد شريف، وليد سليمان، وكمان طبعا أيمن أشرف، بدر بنون، حسين الشحات، ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، سعد سمير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وولتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايه، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا. الأهلي خلاص يعني تدريباته اختتمها النهاردة في القاهرة، وسافر النهاردة العصر علشان مباراة المريخ اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله. طيب احنا معانا عشان نعرف طبعا إن شاء الله، يعني حتى يمكن على مدار الحلقة نطمن على وصول بعثة النادي الأهلي بالسلامة ونتابع الأخبار هناك. وأنا عارف طبعا الأشقاء في السودان يعني أجروا ترتيباتهم وتجهيزاتهم لاستقبال بعثة النادي الأهلي. هيكون معنا في مداخلة هاتفية من السودان الأستاذ زكي الدين الصادق المتحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني. مساء الخير بداية، وأهلا وسهلا بك على شاشة النادي الأهلي. مرحبا بكم الزملاء الأعزاء في نادي النادي الأهلي، ومرحب بمشاهدي برنامج السادسة مساء. اهلا بحضرتك. يمكن طبعا لقاء الاشقاء وبصرف النظر عن المنافسه وبصرف النظر عن صراع النقاط، لكن اعتقد في النهايه لقاء بيجمع بين شقيقين، بين المريخ السوداني وبين الاهلي المصري. يهمنا نعرف من حضرتك ايه هي الاستعدادات لاستقبال بعثه النادي الاهلي اللي منتظر انها تخلص توصل خلال يمكن دقائق او ساعات بسيطه. بكل تأكيد يعني حلول النادي الأهلي في الخرطوم هو حدث يعني مهم بالنسبة لنادي المريخ. النادي الأهلي نادي شبيه ويعني أكرم مصادق المريخ بزيارته للقاهرة في أولى مباريات هذه المجموعة. بكل تأكيد المريخ يعني عد استقبال إن شاء الله سينال رضا واستحسان بعثة النادي الأهلي. يعني هنالك سيتم استقبال النادي الاهلي في الصاله الرئاسيه، كذلك يعني شكل مجلس اداره نادي المريخ وفد عالي المستوى سيكون ان شاء الله في استقبال النادي الاهلي عند وصوله. وهو النادي الاهلي غالبا يعني في هذه اللحظات قد يكون وصل الى مطار الخرطوم، سيجد ان شاء الله في استقبال رحله مناديب نادي المريخ. نادي المريخ يعني سيستقبل الاهلي باثنين من اعضاء مجلس الاداره اضافه لمجموعه من جهاز الكوره في النادي. والمباراه بشكل عام بين المريخ والاهلي يوم السبت المقبل هي مباراه يعني تجمع الشقاء، رغم يعني موقف المريخ في هذه المجموعه، لكن ان شاء الله يعني المريخ سيواجه الاهلي بنديه عاليه في هذه المباراه. ايضا هي المباراه يعني تعكس ان شاء الله تعكس يعني عمق العلاقه بين الشعبين، الشعب المصري والشعب السوداني، يعني الشعبين الشجاع. ان شاء الله هذه المباراه يعني تعكس عمق العلاقه بين الشعبين. أكيد. آخر كلام أستاذ زكي الدين أن المباراة هتقام بدون جماهير، يعني هل في تطورات في الموضوع ده؟ هيكون في جماهير في المباراة ولا لا؟ نعم، هناك يعني سيكون هناك عدد محدود من الجمهور لن يتجاوز الألف سيدخل. اليوم كان هناك اجتماع تنسيقي لهذه المباراة بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم. سيكون هناك جمهور في حدود الألف شخص لمتابعة هذه المباراة، لكن بشكل عام يعني المريخ يعني سيعامل الأهلي بالمثل إن شاء الله، خاصة أنه الأهلي يعني عند زيارة المريخ للقاهرة تعامل بشكل راغب مع نادي المريخ، ويعني قدم ما قدم للنادي من خدمات. إن شاء الله يعني نادي المريخ يعني سيقدم هذه الخدمات للنادي الاهلي، سيحمل ان شاء الله على كف الراحه في هذه الزياره. استاذ زكي انا عارف انه يعني انتوا في السودان طبعا بتعيشوا ايام
يعني طيبه جدا بمناسبه تاهل منتخب السودان الشقيق. طبعا نبارك لكل جماهير الكره في السودان وللشعب السوداني تاهل المنتخب السوداني لبطوله امم افريقيا، وقدمت مستويات اكثر من رائعه الحقيقه في التصفيات. هل بتشوف ان ده ممكن ينعكس على لقاءات، سواء لقاء الهلال مع سان داونز، اعتقد ان هم هيلعبوا يوم الجمعه قبل مباراه الاهلي والمريخ بيوم واحد، وكنا سمعنا يمكن برضو عن بعض المشكلات اللي واجهها نادي المريخ في الفتره الاخيره. يهمنا نعرف من حضرتك اخر التطورات فيما يتعلق بهذه المشكلات، سواء على مستوى الاداري او الاجهزه الفنيه، او على مستوى بعض اللاعبين، بعض الاسماء اللي تردد انها بتعاني من بعض المشكلات. نعم طبعا، يعني تاهل المنتخب مؤخرا الى نهائيات امم افريقيا بكاميرون يعني هو نتيجه يعني المستويات العاليه اللي قدموها لاعبي المنتخب. لاعبي المنتخب طبعا في السودان يعني اغلب لاعبي المنتخب يتكونوا من ناديي المريخ والهلال. المريخ اعد نفسه بصوره جيده لمباراه الاهلي، ما صحيح الفريق يعني طوال المباريات السابقه في هذه المجموعه لم يقدم يعني المستويات التي يعني كان يمكن ان تساعده في التاهل للمرحله المقبله. نعم الفريق لديه شكوى ضد نادي سيمبا، يامل ان يكسبها لانعاش اعماله في هذه المجموعه. بخصوص القضايا الاداريه المختلفه في نادي المريخ، طبعا يعني اليوم وصل لنادي المريخ خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم، تمت فيه الموافقه على تاجيل الجمعيه العموميه التي يعني كان النادي قد اعلن عن غيابه في 23 من مارس، لكن النادي اعلن مره اخرى عن تاجيل هذه الجمعيه وخاطب الفيفا بذلك. لكن هنالك مجموعه من الشرطه في مجلس اداره نادي المريخ عمدت ان تتجاوز قرار يعني رئيس النادي، وهو الشخص المعني يعني التعامل مع الاتحاد الدولي والتعامل مع الاتحاد السوداني، خاصه انه المريخ يعيش وضعيه مرتبطه بخارطه طريق مقترحه من الفيفا. مجلس الاداره الحالي هو فتره انتهت منذ شهر نوفمبر من العام 2020، لكن خارطه الطريق هي التي يعني تفرض وجوده الان في الساحه المريخيه. الوضع الاداري بشكل عام في المريخ انا اعتقد انه يسير لصالح. طب فيما يتعلق بالشق الفني، يعني في الايام الاخيره ترددت بعض الاخبار عن، مش عايز اقول تمرد، ولكن يعني كان في حتى رفض انه بعض اللعيبه خصوصا المحترفين في نادي المريخ ان هم غير صحيح. طبعا غير صحيح يا جميل العزيز. ليس هنالك تمرد. المريخ منذ يعني عودته من تنزانيا يعني انخرط في معسكر مغلق بفندق يعني فندق كورال هنا بالخرطوم، واحد من افخم الفنادق في العاصمه السودانيه. الفريق يعني مستمر في تدريباته اليوميه، مستمر يعني في استعداداته لمباراه الاهلي. اما ما يشاع عن ان هنالك تمرد، هذا حديث غير صحيح، هذا حديث عاري من الصحه. جميع لاعبي المريخ يشاركوا في التدريبات، الجميع يعني جاهز لهذه المباراه. مجلس الاداره برئاسه السيد ادم بوغتال يعني متابع ومستمر يعني في دعم الفريق، خاصه في مباراه الاهلي، هي مباراه مهمه بالنسبه لنادي المريخ. المريخ يزعى يعني ان شاء الله لمصالحه جماهيره في هذه المباراه امام النادي الاهلي، رغم القيمه الكبيره للنادي الاهلي، نادي بطل الغرب بطل افريقيا، لكن ان شاء الله المريخ يزعى يعني تقديم مستوى جيد امام النادي الاهلي والظفر في ميراث هذه المباراه امام النادي الاهلي. عايز اعرف من حضرتك تعامل الاعلام السوداني والصحافه السودانيه مع مباراه الاهلي والمريخ اللي هتكون يوم السبت ان شاء الله. نعم بكل تاكيد يعني الصحافه السودانيه اخذت مساحات واسعه لهذه المباراه لقيمه يعني لقيمه الفريقين. المريخ فريق عريق والنادي الاهلي كذلك يعني هو كبير الغاره، فريق ايضا عريق، لذلك يعني مواجهه المريخ للنادي الاهلي، رغم انه يعني المريخ يدخل لهذه المباراه في ظل ظروف يعني معلومه للجميع في المجموعه الحاليه انه الفريق يعني خسر ثلاث مباريات في هذه المجموعه، لكن ايضا المباراه تجد حظها من الاهميه والتناول في الشارع الرياضي السوداني في كل الصحف، ايضا في القنوات السودانيه.
هنالك اهتمام واسع بهذه المباراة. أكيد. نشكرك شكرا جزيلا، نتمنى أن الفرقتين طبعا يقدموا عرض يليق بالكرة المصرية والكرة السودانية اللي بعتقد أنها على مستوى المنتخب بتعيش فترة من أحسن فتراتها، وبصرف النظر عن أن احنا كنا نتمنى أنه فرقة المريخ أو فريق المريخ يكون هو المتأهل مع النادي الأهلي للأدوار المقبلة، لكن يعني تتعوض في مناسبات تانية. بنشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا، ودي كانت أخبار استعداد طبعا نادي المريخ لاستقبال بعثة النادي الأهلي لحضراتكم، يمكن تابعتوا